وبالحق أنزلناه
عليك يا سيدي ويقولون سبحان
السيد المستشار نور الدين يوسف والسيد المستشار عبد الرؤوف عبد القادر السيد المستشار عبد اللطيف بلاسي ونشكر لفضيلة القارئ الشيخ محمد عبد الغني سالم. نشكر أيضا السيد المستشار عبد الطيف دياب مدير عام النيابات الإدارية شرق الدلتا بواجبه الذي لا يتوانى عنه أبدا.
في ليلة تكريم راحلنا الكريم سيدنا الشيخ حسين منصور ومشاركة بالأسرة الكريمة ولفضيلة الشيخ. نشكر لفضيلة الدكتور خالد وكيل كلية اللغة العربية وإني لباسم أسرة راحلنا الكريم وفضيلة الشيخ الشحات شهيد والأستاذ إبراهيم عمار. ونشكر لحضراتكم جميعا أصحاب الأقدار. وهيا بنا أيها الأخيار لنعيش على مائدة الركب الستار في ثاني أيام العيد مع شيخ المجيد عبد الفتاح السعيد الذي يتلو ويردد ويزيد. إلا أني أقول له لك في الوقت تحديد حتى لا تهضب منك العديد. يتفضل مشكورا داعيا.